ندوقوا هذا الشهيوه ديالك. يلا بسم الله. الطبق ديال اليوم الشوا ديال الكوكوت بالبصله، وجبه سهله التحضير. هذا الشيء بنين عندك وبنينه. يعطيك الصحه. نبداو الدرس ديالنا. السلام عليكم. الطبق ديالنا اللي هو الشوا ديال اللحم الغنمي بالبصله، المكونات اللي كتخصنا هي عندنا اللحم كتكون طراف كبار، وكنختاروا حتى الطراف اللي كيكونوا فيهم اللحيمات زوينين. عندنا هنا البصله تقريبا نص كيلو بصله، شويه د الملح، الزعفران. هانتوما شفتوا المكونات قليله، الطريقه حتى هي سهله. هذا الطبق كيصلح لينا الضياف ديال على البصله. عندنا هنا اللحم كنديروها في الكوكوت كاملة، طريقة سهلة ومزروبة، غير تحضري هذا الطبق. البصلة ديالنا غادي نلحوها عليه، هانتوما مقطعة طرف كبار. الماء اللي يغطي لينا اللحم ما نكثروش، لأن راه عرفتوا الغنمي كيطلق الماء ديالو على حسب الكمية اللي عندكم. هانتوما شحال درت، غادي ندير الملح، غادي ندير شويه ملي غادي ينشف هذا اللحم، غادي تنشف الطيب راه غادي تطلق الملحه ديالها، ما تكثروش الملحه، الملحه قليله صافي. غادي نسد على الكوكوت ديالي 30 دقيقه ونرجع لكم باش تشوفوا التتمه ديال الطبق. ها اللحم ديالنا من بعد ما دوزت نص ساعه حتى لساعة الا ربع على حسب اللحم واش قاصحة واش كبيرة ولا صغيرة. إذا كانت صغيرة راه تولد ساعة الغياب طيبها. عندنا هنايا حيدناها من المريقة ديالها، المريقة هي البصلة. هاد البصلة اش غادي ندير ليها؟ غادي نديرها في مولينكس ولا تيرمويكس، نطحنها نصفيها هو الأول ونطحنها ونكبها هنا في هاد المريقة باش تغمر لينا مزيان وتقاد. لاكومبانيمون اللي غادي ندير هي بطاطا مقلية، كنقطعها دوائر ما تكونش رقيقه بحال الشيبس، كنقطعو دوائر هكا طريقه بلديه تقليديه. وغادي نقليها مزيان، وعاد غادي تشوفوها في البريزونطاسيون كيفاش غادي ندير ليها. البصله ملي صفيتها من المريقه طحنتها، راني زدتها هنايا في الكوكوت، واخا الدخان كيغطي ليا الكاميرا. المهم انا زدت البصله مطحونه، غادي نخليها حتى توقع حتى توقف ليا المريقه ديالي. الزعفران الحور غادي نزدو يبسطو فوق الغلاقه ديال الكوكوت وحكيتو. عاد دابا انا غادي ندوق واش خاصني الملحه نزيدها، وملي نبريزونتي غادي نقدمو لكم. انتما بطاطا اللي قطعت دوائر وقليتها بطريقه درتها غير طريقه تقليديه، فرشتها في التحت ديال الطاجين ديالي ولا الغطاء اللي غادي تبريزونتي فيه الاكله ديالنا. اللحم هي تغمرات مزيان، بسم الله نحطوها. انتما طايبه، كنحطو لي مورسو ديالنا بالقاعدة فوق، كيطلقو لينا ديك المريقة ديالنا فوق البطاطا. عندنا هنايا هانتوما لاصوص، شتو كي تقيلة فيها الزعفران، كنكبوها فوق اللحم باش تمرق لينا مزيان اللحم، ما تكونش ناشفه. وكتعطي حتى واحد المذاق لهذيك البطاطا مقليه دوائر، كتجي بنينه، المذاق ديالها رائع. عندنا هنا عندكم الاختيار، بغيتو تزيدوا شويه د الكمون ممكن تزيدوا غير شويه د الكمون. هانتوما الطاجين ديال اللحم بالبصله في الكوكوت باش تبدلوا الوصفات ديالكم في هذا العيد وفي المناسبات.
بالصحه والراحه. ما تنساوش اللي شافنا اول مره يشترك في القناه، تنقروا على الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، تحطوا لي اقتراحات والتعليقات ديالكم بالصحه والراحه. ندوقوا هاد الشهيوة ديالك يلا. بسم الله. الشوا ديال الكوكوت بالبصله وجبه سهله التحضير، هادشي بنين عندك وبنينه. يعطيك الصحه.